خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات، السلام عليكم. معكم اختكم مريم ام ا. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة يا ربي كلكم، سواء كنتوا داخل الوطن الحبيب او في بلاد المهجر. اليوم في هذا الفيديو اللي هو تكملة او توثيق للفيديو السابق اللي درته، وباش تفهموني حاولوا تسمعوا الفيديو اللي جا من قبل. في هذا الفيديو هذا اللي غنديروا ديال اليوم، اللي عنده هو عنده علاقه ديما عنده علاقه بالوصف اللي هدرت عليه في الفيديو السابق، واللي كيقولوه جميع اليوتيوبرز الجزائريين، واللي هو الجزائر القاره الجيري كونتينون. اليوم غنتناول بالحق فقط غير التوصيف اللي عنده علاقته بالصحراء الشرقيه المغربيه المحتله. جو ميكسبليك. الجزائر حاليا تحت التندوف وبشار وقنادسة وحاسيبيضة وأضرار وجميع الأقاليم الشرقية. الجزائر أصبحت قارة لأنها احتفظت بأراضي الجيران المنتزعة بالقوة من طرف الاستعمار الفرنسي. دونك أنا لقيت واحد المقال، واحد الأختيكل عجبني بزاف الصراحة، عجبني بزاف، وبغيت نقرا عليكم غير واحد الجزء منه. ألوغ، مطالبة المغرب بالصحراء الشرقية بدأت سنة 1953 وبصفة متكررة. لم تأتي من فراغ ولا بنية الهيمنة وإضعاف الجزائر المستقلة. فكانت المنطقة تشهد مظاهرات شعبية في كل من تندوف والعبادلة وكولومب الشار وبني ونيف والقناتسة وتيميمون وأضرار وعين صالح والرقان، وذلك برفع الأعلام المغربية وصور السلطان محمد الخامس وترديد شعارات مؤيدة للمملكة المغربية منادين بالعودة والانضمام إلى المغرب البلد الأم. في المرحلة الممتدة من بداية استقلال المغرب إلى سنة 1962 تاريخ استقلال الجزائر، سكت المغرب عن مطالبه الترابية المتجسدة في صحرائه الشرقية حتى لا يربك ويشوش على الجزائريين في حربهم التحريرية. كموقف تضامني منه للثورة الجزائرية، دفع بالعديد من قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية الإفلان، دفع بهم بالمطالبة بالسلطان محمد الخامس رحمه الله كملك واحد لمنطقة المغرب العربي بأكملها. هذا كان تصريح ديال المرحوم فرحات عباس رئيس جي بي غا الحكومة المؤقتة الجزائرية. وهكذا تقرر تأجيل المطالبة بالصحراء الشرقية إلى ما بعد استقلال الجزائر، كما رفض محمد الخامس رحمه الله بصفته كملك للمملكة المغربية أي مباحثات في الموضوع مع الرئيس الذي كان يفاوض سرا وعلانية، دوغول، الجنرال دوغول، كان يفاوض الحكومة المؤقتة جي بي غا حول التنازلات المتبادلة بين الطرفين قبل إعلان الاستقلال وحتى الإعلان عن الاستفتاء، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن كما يقال. فمباشرة بعد استقلال الجزائر سنة 1962 قامت الدولة الجزائرية بضم الصحراء الشرقية التي انتزعت من المغرب، متنكرة للجميل وخارقة بذلك عهودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاقية 6 يوليوز 1961. هذا التنكر للماضي تبعه طمس كل الرموز التي تؤكد مغربية المنطقة من طرف الجيش الجزائري، كما قتل الجيش الجزائري العديد من سكان الصحراء الشرقية المطالبين بمغربيتهم في المواجهات التي عرفتها المنطقة مع فصائل من جيش التحرير الجزائري
بسبب رفضهم المشاركة في استفتاء تقرير مصير الجزائر المنظم من طرف فرنسا يوم 19 مارس 1962، الأمر الذي دفع بالعديد من رقيبات الشرق في تندوف وجزء كبير من ساكنة مدن بشار العبادلة القناة سد داوي منيع ولاد جرير العمور أهل القنادسة وأهل زاوية سيدي محمد بن بوزيان وبعض قصور واد الثورة إلى الهروب من ديارهم والالتحاق بالجزء المحرر من الوطن المغرب، مع العلم أن الجناح السياسي لجبهة التحرير الجزائرية كان ينشط انطلاقا من مواقعه في المغرب، أي في فيقيق بوعرفة وجدة الناظور مكناس قنيطرة قصر السوق تافيلالت، ولم يشفع له كرم الضيافة بحيث كان يخطط وينفذ اغتيالات همت مع الأسف نشطاء شباب مغاربة من قبائل العمور داوي منيع بني وكيل ولاد جرير ولاد سيدي عبد الحاكم في كل من وجدة بوعرفة فيقيق بوعنان عين الشواطر وبودنيب، لأنهم كانوا يمشون بهم من عالية في الاتجاه المعاكس لسياسة الجزائريين بخصوص مستقبل الصحراء المغربية الشرقية وينادون جهرا بمغربيتها مؤازرين في ذلك من قيادات جيش التحرير المغربي بقيادة بوشعيب عباس ومصطفى البيضاوي الذي كان متواجدا هو الآخر على طول شريط الحدود مع الجزائر الفرنسية. كان هذا يحدث في وقت كانت فيه السلطات المغربية عاجزة عن ردع الجزائريين بصفتهم فقط لأنهم ضيوف المغرب. أما تفاصيل تطور الخلاف بين المغرب والجزائر في موضوع الصحراء الشرقية فلقد تم الاتفاق حوله جزئيا بموجب اتفاقية إفران لسنة 1969 بين المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين، اتفاق أبقى كل الاحتمالات واردة من تندوف إلى عين صالح. وبهذه المناسبة استبشر الناس في المغرب كما في الجزائر خيرا بهذا الاتفاق الذي اشترط فيه المغرب مصادقة البرلمان المغربي على جميع بنوده ليكون ساري المفعول، والتي ترسم الحدود بصفة نهائية بين البلدين، إضافة إلى الشراكة الاقتصادية لاستغلال المناجم الموجودة بينهما، الشيء الذي لم يحدث حتى الآن، والسبب يرجع إلى كون الجزائر فتحت جبهة أخرى بموضوع آخر ضد المغرب تتجسد في مشكل الصحراء المغربية الغربية قصد إلهائه لفترة قد تطول طوال الزمن فاقت لحد الآن 45 سنة. والواقع أن شمال إفريقيا يعرف نزاعات متداخلة ومترابطة، نزاع الصحراء الشرقية الذي ابتدأ جزئيا بحرب الرمال لسنة 1963 وهو خدعة جر إليها الجيش المغربي لخدمة أهداف أخرى، نزاع الصحراء المغربية الغربية الذي انطلق في سنة 1975 تاريخ استرجاع المغرب للإقليم، النزاع الليبي الجزائري حول ترسيم الحدود، الخلاف التونسي الجزائري حول نفس الموضوع، تمرد الطوارق في شمال مالي والنيجر وتشاد ودارفور في السودان، كلها نزاعات مترابطة ومتشابهة. في هذا السياق لا ننسى نضالات سكان الصحراء الشرقية على المستوى الدولي، فلقد طرحوا مشكلاتهم أمام السلطات المغربية قبل استقلال الجزائر وبعده، وقد أحدثت لهم الدولة المغربية قيادة إدارية ترعى شؤونهم لا زالت قائمة إلى الآن، قيادة تسمى قيادة داوي منيع بعين الشواطر بإقليم فيقيق إلى حين تسوية الوضع مع الجزائر، كما تقدمت باسمهم جمعية مغربية نسبت نفسها للمنطقة بطلب عودة الصحراء الشرقية إلى الوطن الأم
إلى محكمة العدل الأوروبية التي رفضت المطلب من ناحية الشكل، وقالت أن الدول وحدها هي التي تطلب رأيا استشاريا من المحكمة وليس الجمعيات أو الجماعات أو القبائل. كما راسلت هذه الجمعية منظمة الأمم المتحدة عدة مرات دون جدوى، وأشهرت شعارا حول المطالبة بمقاضاة فرنسا التي ورثت الجزائر للصحراء المغربية الشرقية. والقضية لا زالت تتحرك على رمال ساخنة، فالنخلة التي تخفي الواحة لا يمكنها حجب الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء الشرقية التي هي محور الصراع الجزائري المزمن مع المغرب. إن الهدف من نشر هذه النظرة التاريخية لنزاع الصحراء الشرقية ليس هو نبش الماضي أو تفجير الألغام التي خلفها الاستعمار ولا در الملح في الجروح المفتوحة بين البلدين، ولكن القصد والنية وبكل نزاهة هو إظهار الحقيقة وتنوير الرأي العام المغربي لهذا الأمر عبر الأنترنت حول صلب الخلاف المغربي الجزائري في هذا الشأن، والذي نتج عنه فتح جبهة الصحراء المغربية الغربية من طرف الجزائر وتكوين جمهورية صحراوية وهمية على أرض اغتصبتها طبقا لنظرية واستراتيجية الالتفاف الاستعماري. فالنزاع نزاعين والخصم واحد وهي الجزائر، فالمغرب فضل السكوت إلى حين عن المطالبة باسترجاع صحرائه الشرقية، وفضل تجنب الحرب مع الجزائر التي قد تأتي على الأخضر واليابس في المنطقة. ولنا في حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران التي لم تحقق شيئا خير مثال على ذلك. وفي الأخير نقول أن نزاع الصحراء المغربية الغربية له علاقة مباشرة وعضوية مع نزاع الصحراء الشرقية المغربية، وهذا النزاع المفتعل ليس غريبا عن مخلفات الحرب الباردة البائدة والذي جاء في ليزون بلو لتواريغ كمثال يحتدى غدا تمرد الطوارق في الصحراء الكبرى المسمات بدول الساحل خاصة في النيجر تشاد ومالي، غير بعيد عن التمرد في دارفور غرب السودان. وبعبارة أخرى فالمنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر المسمات بالصحراء الكبرى هي منطقة يطبعها التمرد والانفصال بسبب ابتكار الجزائر لهذه التقليعة التي جاءت بأطروحة شعب Made in Algeria الجزائرية الجمهورية الوهمية ما فتئت الجزائر تبدد من أجلها أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره. وهذا الوضع أصبح يغذيه الإرهاب الدولي المنسوب إلى التطرف الديني الذي زرعته القاعدة في الجزائر وأنابت عنها في ذلك الجماعة السلفية للدعوة والجهاد الجزائرية والتي تسمى الآن القاعدة بالمغرب الإسلامي والسلام. نتمنى أنكم خوتي خواتاتي تكونوا نفس الشيء نفس اللي قلته البارح والبارح في الفيديو ديال والبارح راه نفس الشيء. هاد الارتيكل il appuie la thèse اللي كنت قلتها انا في لا فيديو ديال البارح. سي اكزاكتومون سو جي دي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. انا بعدا عجبني الارتيكل بزاف، نتمنى انكم تستفدوا منه حتى نتوما وتكونوا تفهمتوا بان هذا الموضوع هذا ديال هذا المشكل ديال الصحراء الشرقيه المغربيه راه مازال مفتوح، واكيد واحد النهار نتمنوا في اقرب الاجال انه المغرب يعاود يحرك الحكومه المغربيه تعاود تحرك هذا الموضوع هذا، لان الصحراء الشرقيه كانت ولا تزال وستبقى مغربيه، وعلى المغرب ان يحرك هذا الملف من جديد في الامم المتحده
لأن الصحراء المغربية الغربية هي صحراء اللي احنا استردناها صافي وحنا فيها وعايشين فيها، وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نتمنوا أنه نحركوا دابا الملف ديال الصحراء الشرقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله. وشكرا لكم خوتي خواتاتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.